بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي المغاربه. نهضر بالريفيه ونهضر بالعربيه باش نشرحوا شنو واقع في مدينه الناظوره. فاجعه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اشهر الاسواق في مدينه الناظور وهو السوق المركب التجاري يحترق بالكامل او تقريبا كيتحترق. الخوتنا عيط من عايزين نسيو شويه استعراف تنسيو شويه سمازيغ تحوما نسيو الرساله انه معاناه التجار بعد الازمه الخانقه اللي كتعيشها الناظور بعد الاغلاق المعبر الحدودي او مع ازمه كورونا. التجار كانوا صابرين كيقولوا معليش ماشي مشكل، ولكن حاليا تحرق السوق اشهر اللي فيه الملايين ولا الملاير ديال السلعه. حيت علاش الاسباب الحارقه كيقولوا تماس كهربائي اللي حد الان، ولكن المشكل العويص فين كاين اخوتي المغاربه هو انه هاد السوق خوتنا التجار كيقولوا انه تاخر وقايه او اللي غيطفيو الحريق. راه كاين واحد امبولانس ولا كاين واحد اللي كتطفي في المدينه كامله. كيف يعقل انه مدينه كامله بحال الناظور تكون فيها فقط واحد؟ علما انه التجار في الاخير كان كيضطروا انهم يمشيوا ولا يدخلوا الحوانات باش يمشيوا يجيب دور الرزق ديالهم. كاين صراخ كاين غوات الله يحسن عون. راه كما قلت لكم راه الملاير ديال السرعه في هذا السوق. كيف يعقل انه الوقايه المدنيه تاخرت؟ الناس كل شيء حاضرين تجمع كل شيء عنده في خباره كيتفرجوا كيستناوا كيعيطوا، ولكن هما في سبات عميقه وفي نوم عميق. واحد الفاجعه كتعيشها مدينه الناظور للاسف بكل ما تحمله الكلمه من معنى. مثلا غايز انه من يوقع نهار هذه النظار زعما الصراحه مش تغضوا مني قبل انه اتروثي تقبريور ممشي انه السوق التجاري بعد الازمه الخانقه يتغذيني اكو بلع اك كورونا اك التجار واخي من توقع نس الحمد لله قنصبار، ولكن في الاخير هذا سن يوقع ممساكين قيمني غوية نرمي ذورا التجار نهني سيمان تنسان تضفن غاد حونا حوما جبذا يرحوما حولا ما يعني أذقن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من زي ما يمين يوقع النهار يثما يقصح يقصح سوى الطاس. بعد من يوقع نسوي بير مارشي يرخون خزال ما نظيرا نخص فيديو يا نشين صحيح طوارني بونجي، ولكن الحمد لله أنه يمدو كارسكنا المقطعة وأننا نغقو من يوقع بالكامل. فاجعة بكل ما تحمله الكلمة بمدينة الناظور يثما أشهر سوق غانا يثما صبان صباني الأزمة صبان أك إغلاق الحدود نشين السنة هو الرواج التجاري كيكون في هذا السوق مع الجالية، ولكن الإغلاق المجال الجوي مع الجالية كيقولوا التجار معليش ماشي مشكل غتحل راه جائحة، ولكن في الأخير أنه كيشوفوا السلعة ديالهم ولا فلوسهم ولا رزقهم كيتحرق. حتى شي واحد ماشي ممسوق، ولكن فين هما رجال المطافي؟ فين هما؟ واش كيف يعقل أنهم يجيو من سلوان ولا من العروي حتى الناظور عادي يجيو يتفيو؟ كيف يعقل؟ راه في هذا التوقيت غيكون السوق صافي تحرق بالكامل، علما انه كنقولوا ديما كنفكروها انه هذه الفاجعه كانت وقعت قبل، كانت وقعت في قبل في السوق ديال سوبر مارشي، وكيف يعقل انه ما خديناش يعني الاحتياط؟ يعني الانسان كدوز عليه واحد المره في حياته، علاش وقعت لي ثاني مره؟ وثاني مره في اشهر سوق في المدينه، عرفتوا شنو هو اشهر واكبر سوق في مدينه الناظور بالكامل من ناحيه الرواج الاقتصادي، من ناحيه السلعه، راه هذا السوق يعني من اشهر الاسواق تقريبا في المغرب كامل، حيت فيه السلعه ديال التليفونات، فيه السلعه ديال الملابس، فيه السلعه ديال الكسوه، يعني كل شيء يعني سوق كامل، هنا في الريف ولا هنا في الناظور اي واحد كيمشي يتسوق ليه. ولكن حاليا كتشوفوا هذه المناظر وشوفوا التماس الكهربائي كيف كيشعل، شوفوا الناس كيف متجمعين، شوفوا الامن كان ديما حاضر، حتى مجلس يعني المجلس البلدي لاقليم الناظور كان حاضر، الباشا كان حاضر، ولكن فين هما المطافي؟ كان كيضطروا انه هاد الناس كيمشيو يغامروا بحياتهم باش يدخلوا المحلات باش يجبدوا السلعه ويرميوها على برا. حيت علاش ما يمكنش يشوفوا في الرزق ديالهم هما كيضيع يجن فاجعه يثما ومين كلشي تغي صغي وكلشي تغي تر وما يمي مين زوز ما مودي زابنات وقرا الناس اقرا الناس اللي كشا يجن عدد من التسميه في غلا رزق الناس يتراحص جاتي التاونس. فالمقاطع على غدي وسين يثما قصحنتو مش غير انه كيبكي القلب كيبكي قبل العيب. حيت الله يسعد الله يحسن عون. عندنا مقطع اخر غنمشيو ندوزوه لكم ونرجعوا نكملوا الفيديو. مال الجمال ما يوضش من ما 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 تبس جنتم وبين ما تزيدش بومبيو لا تقرب ها؟ لا يا سي عمر الناس نسيوا هذا عندي صغير قال جيتني نسيت ها؟
غير الشغل ديال خاصك خيمة ولا خزا مساكنين خزا قصو فوغد راه غير غتولي سوفيا سرا غير سي سوفيا ولا كتبوا هنا عاز التليفون واش اللي كبير يا راسي خوتو يعني المشكل هذا ناقش بومبير وهاكاش تصوم واه عارف كيخصك شي بزنس ها خصك هليكوبتر بزنس ملي غتبكي السنه تاع قد قد حاسك سي دي سي انا خصني الساعه ما تطول خصني لك الساعه زعما هو طاوض انا مش فاهم باري يشتم يشتم دي سأثنين يدرون ومان ما راعدوا فينا منع اي ما قارين تيو قلتو لاي كل رسول يوضح كما كتشوفوا كلشي غاضب الاخوان ما ريف ما كلشي عصب من زمان من زواز ما بغات زعما ماشي صغوي وماشي صغوي خارص قمص وماشي صغوي ودائما شي نقاري تنهما من يتحمل المسؤوليه ما نمشي يقابنا من الاسعاف يعني غير خصني ندس نزقعار وايف ما واس حسيت ودغ مليح غنغيش تنت زقعار وين رناضح وما تسخسي كيف يعقل فاندين تانيش النظر فاندين تجالي الاقتصاد نص من دوما يعني غيتو حساب العملة تستيل في الجالية وهاي اللي توقعديش نظر روجي مغار كلشي تفرج مين غيك دير لحظايا شنو غدير في هاد اللحظة خوتي كتشوف رزقك كيتحرق راه ماشي تغير تغامر بحياتك وصافي دير كثر الله المستعان ديما كنقولوها راه وصلت للعظمة خوتي المغاربة كيفاش قلتكم انه بنادم الملاير ديال السلعة كتشوفها جابوا السلعة والرواج تحت الصفر الرواج والو غيتمم في الاخير تبقى غير ديني نجول هذه السوق المركب زري ما كيدير النيف الرواج والو يحدوا على السير وفي الاخير خاني تخاصنا حاروق حاروق يبدا شويه شويه للتذكير انه لو كان يعني تماك رجال المطافي كان يقدروا يسيطروا على الحريق قبل ما توقع هذه الفاجعه حيت علاش انه الحريق بدا من محل من محل وبدا كيكبر علاش بدا كيكبر حيت كان تاخر تو غادي نتاخر ايت ما عزم قصدري من المقطع اللي تو غادي يقبر تصواتك جنة والو والو للاسف تظن النظر ولا عارف نغيث ما مين زير بعض الاسوان مين زير بعض نغيث ما تنخطو الجار ديال السوق المركب تغوت باللي عندي حونا طازان تغماط ماني طازان تغماط طاحن اوروبا سمحن تقن فيزا صافي قناش شي ما خصنيش ما خصنيش لا من تجاره ما خصنيش ما والو ما يمي قاد خدمت تقعادت تاريف ما نتوقعش غير حار وقصفت خزات كوكرين شي حارق مين غتبقى ما يثم مين غتفعلم للاسف انه نشين توان تجيبوا لي اللحظه ني هما نغطاو هما ضمن صور كثار ولكن الاخبار الاوليه ما يختصور ما راه قارش يعني مين زي يوقع ماني ني يوقع اي ثم هذه السما تغزات استفاوت تغزات مش الدقوز استفاوت زي يوقع المشكل ني استفاوت يتوجد جند سبب تماس كهربائي يعني تشخاص ثمانيني الله المستعان ني ثموها باذن الله تعالى جميع المغاربه غيدعوا معنا مع التجار الله يحسن عوره وصلت لي عم العظم الرواج تحت الصفر في الاخير زيد عليها هذا الشيء اللي كنشوفوا حاليا انه تحرق المحلات ديالهم والله المستعان يا ربي ان شاء الله ترزقهم يا ربي اولا ترزقهم حاليا بالصبر راه اي حاجه راه صدمه قويه لا هما لا العائله ديالهم يا رب بس نتوكش ميت ما يعزم الصباري فاميليا نسن حباب نسن ماره من زمان مشقا غنوثيش ديال قصح تيريش كصافي تبلع في المحل التجاري تحت غث الداف اخي تبلع هذا تراجي درتي وشات كان عاود تخدم هذا التويدانيه البركه تعرض الخبر بلا المحل شي حارق هذوك شهر بي الصباري العائله نسن هذا سنك شهر بي الصباري مثلا التجار ماني مجان اي مثلا نغدي المركب بس نكشاب بالصبر اي ثما يعزن قلت لك يسن الدعاء يا رب بس نتعزكم الصبر يا رب اي نيزك يسن غندعوها ونتحمل المسؤولية الكاملة رجال المطافئ نتحمل اسن اي ثما يسمى المسؤولية الكاملة بعد التأخر عريك وعريك يدوسين قبل لو كان جو قبل كانوا يقدروا يحلوا هذا المشكل ولكن هما جو متأخرين والفاجعة وقعات والمركب او اشهر الاسواق في المدينة